شوارع العاصمة المغربية الرباط بدت خالية مع بدء سريان حال الطوارئ الصحية مساء الجمعة، فالسلطات المغربية فرضت حال الطوارئ إلى أجل غير مسمى كوسيلة لا بد منها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة حسب بيان لوزارة الداخلية، رغم أن الوباء ما زال محدود التفشي في المغرب. في هذا السياق قيدت قوات الأمن الحركة في شوارع العاصمة ومدن أخرى، وبدأت بإيقاف المارة في الأزقة للتحقق ما إذا كان لديهم سبب مقبول للتنقل، وحثتهم على العودة إلى بيوتهم. فالسلطات وزعت الجمعة تصريحة يسمح بموجبها للمواطنين بمغادرة بيوتهم لأغراض محددة تشمل التنقل للعمل أو الاستشفاء أو التبضع داخل نطاق لا يتجاوز محيط سكنهم. في هذا الإطار حذرت السلطات من تعرض مخالفي إجراءات الطوارئ الصحية لعقوبة جنائية، لكنها طمأنت في الوقت نفسه المواطنين المغاربة بأن مستويات تموين المواد الأساسية كافية ولا داعي للهلع. وكان وزير الصحة المغربي خالد آية الطالب أكد سابقاً أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، لا سيما بعد تسجيل حالات انتقال عدوى محلياً، بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج. قرار فرض حال الطوارئ جاء بعد سلسلة تدابير وإجراءات احترازية متسارعة في الأيام الأخيرة، شملت تعليق كافة الرحلات الدولية للمسافرين وإنشاء صندوق لمواجهة الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية ارتفع رصيده إلى 22 مليار درهم مغربي، أي نحو 2,200,000,000 دولار أمريكي. التدابير شملت كذلك منح تعويض شهري قدره 2,000 درهم، أي نحو 200 دولار للأجراء المتوقفين عن العمل المستفيدين من تغطية اجتماعية، بينما لم يعلن بعد عن الإجراءات بحق الأجراء غير المستفيدين من أي تغطية اجتماعية.